السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة التجارة الإلكترونية. هذا الفيديو مختلف عن الفيديوهات السابقة. في هذا الفيديو سنتحدث عن المشاركات في جائزة الابتكار وريادة الأعمال لخريجي أو طلاب الجامعات. إذا كنت في العالم العربي في الغرب في الشرق، ممكن تقدم على China Internet وبيتم الفرز. إذا تم قبولك بيتم دفع كامل تكاليف السفر وتقريبا المعيشة في الصين، وبيعملوا لكم عرض لابتكاراتكم ولريادات الأعمال اللي داخلين فيها، تقدروا تعرضوها هناك، وممكن تحصلوا كمان على جوائز او على دعم من الشركات للتصنيع الافكار اللي عندكم. انا قدمت على هذه المسابقة لكن لم يحالفني الحظ. هنالك عدد 60 فائز من حول العالم تم قبولهم في هذه التصفية في هانغتشو في الصين، ودولة عربية واحدة اللي تم الفوز في أحد المسابقين، ونقول له ألف مبروك. إذا ما كان هو متابع النتيجة ممكن يعني يعرفها من خلال هذا الفيديو، فقط أنتوا اعملوا شير لو سمحتوا، خلوه يعرف إنه هو فاز. فهنا في هذا الفيديو التصفية النهائية للابتكارات. طبعا زي ما شايفين هنا المشروع علي سولار يمنز فوتو فوليتيك بيونير الدولة من اليمن. ألف مبروك لأهلنا وأشقاؤنا في اليمن. درس في جامعة صنعاء وحاليا بيدرس في جامعة في الصين، فنقول له ألف ألف مبروك وربنا يوفقك في مشروعك ونشوفه على أرض الواقع قريب. الثاني اللي هو إنفي مارك ليدر أوف أول ووتر ماركينج، ده من الولايات المتحدة من ساوثيرن لويزيانا. واللي بعده اللي هو دي تي 7 ليبت تومور تراكر أند كيلر من استراليا، University of Queensland استراليا. والغايمة طويلة يعني فيها 60 شخص كلهم من دول مختلفة: بريطانيا، فرنسا، استراليا، يونايتد كيندم، يونايتد ستيت، سنغافورة، بلجيوم، يونايتد ستيت، انديا. يونايتد كيندم، يونايتد ستيت، يونايتد ستيت، دنمارك، بيبلز ريبابليك اوف كوريا، يونايتد كيندم، نيجيريا، اندونيسيا، يونايتد ستيت، يونايتد ستيت، انديا، يونايتد ستيت، نيجيريا، يونايتد ستيت، يونايتد ستيت، كندا، يونايتد كيندم، يونايتد ستيت، يونايتد كيندم، هنغاري، برازيل، جيرماني، انديا، سويدن، كندا، كندا، فرنسا، سويدن، سويدن، برتغال، نيجيريا، سويسرلاند، روسيا فيدريشن، هنغاري، برازيل، بيلاروس، دنمارك، برازيل، يونايتد ستيت، نيوزيلاند، اندونيسيا، يونايتد ستيت، زامبيا، واخيرا رقم 60 استراليا. فألف مبروك لجميع المتسابقين. ودائما أخواني الأفكار الجديدة الابتكارات، هنالك يعني مسابقات حول العالم يتم دعم الأفكار وتنفيذها، ونتمنى لكم التوفيق ونشوفكم في ابتكارات في السنة القادمة إن شاء الله. برضو كمان للناس اللي هواة التصوير، في مسابقة اسمها لحظات من ناشونال جيوغرافيك
تقريبا بتفتح نهاية شهر 6 أو بداية شهر 6 يونيو وبتقفل في يوليو اللي هو شهر 7. تقدر تقدموا فيها إذا كان عندكم فيديو أو إذا عندكم صورة تعبر عن لحظات من وطننا العربي إذا أنتم عايشين في الوطن العربي. وهنالك كمان في دولة قطر برضو في مسابقة, وهنا كمان في الصين توجد مسابقة. فنتمنى لكم يعني حياة أفضل وابتكارات جديدة. إن شاء الله نشوفكم زي ما شفنا أخونا من اليمن اللي هو فاز مع القائمة 60 شخص هنا. فنتمنى لكم التوفيق والنجاح, وإذا عجبكم الفيديو الرجاء اعمل شير للفيديو. إن شاء الله تشوفونا في فيديوهات قادمة أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.